على كل حال كما راكم تشوفوا بأن الصورة هي أولا غنية عن كل تعليق. مقاطعة الإخوة عدنان وقع في هذا الانهيار أرضي الناتج عن القناة الرئيسية للصرف الصحي، وراكم تشوفوا بلي أشغال راهي متواصلة منذ الساعة 7 مساء، والحمد لله ونشكر كل المصالح اللي راهي متواجدة اليوم، لونا وجماعة الأشغال يعني والبلدية، حتى جماعة البلدية هم حاضرين ورانا نقوم بالواجب، والأشغال راهي في مقدماتها يعني باش ما نقدروش نعرفوا بالضبط شكاين، ولكن مبدئيا راه موجود انهيار أرضي ناتج عن قناة الصرف الصحي. ما هي الأسباب الأصلية والأسباب الدقيقة؟ هذه نجاوبكم عليها إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله. قنوات الصرف الصحي في حي إخوة عدنان. القناة هذه تاع الصرف الصحي الكبيرة التي تؤدي إلى محطة تصفية المياه، واليوم تفاجأنا بالانهيار القناة مما أدى إلى حوالي 5 مترات سفنة، وتدخلت البلدية وكذا مصالح الدول الوطنية للتطهير وكذلك مديرية المياه، كل المعنيين بالأمر راهم على قدم الوثاق، راهم يديروا في الدياغنوستيك تاع هذه القضية، ومن بعدها سيتدخلون في ترميم وتصليح هذه القناة.